شوال باب عظيم للمداومه على الطاعه بعد رمضان فمن صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان فشهر بعشره اشهر وصيام سته ايام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنه وبذلك يعوض التقصير في صيام الفريضه فعند الحساب يوم القيامه يكمل النقص الذي حصل في الفرائض من النوافل كما ورد في الحديث، ويجوز الشروع بصيام الست من شوال من ثاني أيام شوال، لأن يوم العيد يحرم صيامه، ويمكن صوم الست في أي أيام شوال شاء المسلم، وخير البر عاجله، وله أن يصومها في شوال متتالية أو متفرقة، والأمر في ذلك واسع، ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فليبادر به في شوال مسارعه الى ابراء الذمه فانه لا يدري ما يعرض له وليبدا بالقضاء قبل ست شوال حتى يتحقق له اتباع صيام رمضان بست من شوال ولا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنيه واحده لانه لم يتم رمضان بينما يصح جمع ثلاثه ايام البيض مع ست شوال ومن يمن الزواج ان يكون في شوال قالت عائشه تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني فاحرص على القيام بالطاعه في رمضان وشوال وسائر الايام قال الحسن البصري ان الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت ثم قرا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين